اليوم على الأستاذة نجوى بركات، أستاذة مختصة في الصحافة، الأدب، تقديم الإعداد في برامج أنا شفتها من زمان، من 15-20 سنة، موعد في المهجر. طلع عنه اللي كان وراها الأستاذة نجوى. مرحبا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. كيف دبي معك؟ منيحة منيحة إلي، يعني وصلت من يوم بس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. نبدأ من الأخير، من البرنامج اللي أنت تقومي بإعداده وتقديمه، وهذا شكله أنه البرنامج هذا ما شفته كثير على القنوات العربية. مهتم بالكتاب، بالأدب، بالآخر الإصدارات، فممكن تحكي لنا شوية على البرنامج؟ شكرا للاستضافة، شكرا للسؤال. البرنامج اسمه مطالعات، يعرض على قناة العربي 2 أسبوعي، يعني كل يوم أربعاء الساعة 10 أو 9 بتوقيت القدس. فعلا برنامج رائد بالعالم العربي، لأنه أعتقد أنه أول برنامج يهتم بالإصدار الخاص بالكاتب أكثر مما يهتم بالكاتب نفسه. يعني أنت أصدرت كتاب في العامين الأخيرين، أنا أدعوك أن يعني أستقبلك، خاصة أنه في هيك انفجار للرواية العربية حاليا، ففي إصدارات كم كم كم، ولكن من يميز النوعية في غياب الصحافة الثقافية؟ شو السبب وراء الانفجار؟ كورونا؟ شو السبب؟ لا، الانفجار سابق، لأنه المجتمعات العربية مجتمعات عم تتحول بشكل سريع جدا. هناك مدن تختفي نهائيا، هناك حروب يعني مدمرة، هناك مجتمعات تظهر كما تظهر الجزر، كما يحصل مثلا حاليا في مناطق الخليج. يعني من كان يأتي منذ 20 أو 30 عاما لن يتعرف إلى هذه الهيئة. هذا اللي خلى الناس تكتب أكثر على التجارب هاي؟ الناس يعني بحاجة أنه تعبر يعني عما يجري حولها، وفي استسهال للنشر للأسف، يعني يسيء إلى الأدب أكثر مما يخدمه. من هنا اجت فكرة مطالعات، انه خلينا نميز بين الادب الجيد يعني السمين. نعم، وال يعني سعة الانتشار ليست دليل على كتاب قيم. طبعا الاستاذة نجوى عندها كتابات كثيرة بالفرنسي وبالعربي. مستر نون حاضر معنا اليوم وفي كتابات اصدارات ثانية، حكينا شوية على مستر نون. مستر نون صديق عزيز على قلبي جدا. بدكتور نون يعني هو شوي الألتر إيجو، هو يحكي عن كاتب توقف عن الكتابة لنحو 15 عام، عنده يعني مشكلة مع تماما هذا العصر الذي نتكلم عنه. يعني كل شخص صار روائي، كل شخص صار أديب، كل شخص صار كاتب، ويعيش في بلد يعني يتفكك يوميا، اللي هو لبنان. يعيش بالأحرى في بيروت، ويعيش في منطقة معينة يعني ترفضها كل يعني شو بدي أسميهم، كل الفئات المهمشة في العالم، لا أقول فقط في لبنان. يعني هو يذهب إلى هذه المناطق بحثا عن مادة يرويها، فينزل إلى مناطق يعني يعيش فيها المهاجرون، يعيش فيها الهاربون من الحروب، يعيش فيها اللي بالعمالة الرخيصة يعني من جميع الأمم، وأنا أتبعه في مساره. الكتاب على فكرة يعني كان مؤخرا فيناليست نهائي، يعني أخذ جائزة النهائيات في ما بعرف شو بيسموها، مش مسابقة يعني، في لندن. وكان يعني هو مع جائزة نوبل أولغا كتب جايكوب توكاروتشكا، I think الاسم إذا ماني غلطانة، والفائزة بجائزة الاتحاد الأوروبي. فيعني لذيذ مستر نون. اوكي، انه سوقهم لانه لذيذ ولانه
كان متقوقع هيك شيء 15 سنة لازم تشوفه مستر نون. حتى الصورة عجبتني كأنه الانسبكتور كولومبو ولا نسيكم هو بالريفي. موجود في الـ يعني ترجم إلى الإنجليزية وترجم إلى الفرنسية أيضا. ما شاء الله 7 روايات. نعم.